كان في بهذاك الزمن شيء هذا. حسين تحسين بيك يدافع عن جرأة جوقة عزيزة. بيقبلوا المشاهد ما بيقبلوا، بس هذا كان موجود. هي أول موهبة بتطلع من تياترو عزيزة خوخة. هالمشاهد من كواليس التصوير بالحارة في مسلسل جوقة عزيزة، وبيجمع بين حسام تحسين بيك مع فاديل شامي. يا بي، كأنه هالبنت مرعوبة. لك منين ما بدها ترتعي؟ إذا الشاب عيب يغني. ومش غريب على حسام تحسين بيك حضوره بأعمال البيئة الشامية، فهو كان نجم بكثير من الأعمال السابقة، بس هالمرة الموضوع مختلف شوي في جوقة عزيزة. العمل إن شاء الله بيكون جميل يعني، وبيعمل إطلالة على الناس، إطلالة جديدة. صحيح هو بيئة بس ما له علاقة بالبيئة اللي عم تنعرض. هذا عم يعالج حقبة تاريخية فنية مرقت بسوريا، ففيها كثير من الشيء من الصح يعني. بتصور أنا حتكون إطلالة لطيفة. وهالمرحلة الفنية فيها أشكال ألوان، بين ناس بيغنوا وبيرقصوا، وبين فنانين ثانيين شايفين إنه هذا فن هابط وبيحاولوا يحافظوا على الفن مثله ومثل أيمن رضا. فرقة وليس جوقة. شو اسم الفرقة؟ جوقة السلطانة. مكتوب بشكل معتمد على مراجع أكيد يعني. لما هيتفرق المشاهد يعني هو حيشوف هذاك الزمن وناسه يعني ومفاهيمه الفنية كيف يعني. طبعا كان في بهذاك الزمن شيء هابط وشيء يعني أبو راشد اللي أنا عم بعمل شخصيته واحد متبني الفن وبده إياه بأبهى صورة وأجمل صورة يعني، فعم يعمل كل جهده يعني مثل ما قلت لك، هو يعني كثير مهتم بهالحكاية. ولكن البعض ممكن يتساءل عن حقيقة هالتاريخ فعلا، وهل كان هناك هالمظاهر من الرقص والتحرر في الشام بالثلاثينات؟ لما بدا تثنى كان بتدور على موتة بين ديات محرزين، وما رح لاقي أحلى من دياتك. هلا هو هذا واقع، انت وقت بتحكي عن تاريخ يعني بدك تحكي مثل ما بيقولوا بحذافيره، فهو واقع هذا بغض النظر بيقبله المشاهد ما بيقبله، بس هذا كان موجود. ولما انت بدك تحكي حتوته قصه بدك تحكيها مثل ما هي، ان شاء الله بالنتيجه اللي بدنا يحكمه هو المشاهد، ان شاء الله بنكون نحن عند رضا للمشاهد يعني، ان شاء الله بيبيض وشنا. هي اول موهبه بتطلع من تياترو عزيزه خوخه.